هذا السائل يقول اعمل نادلا في مطعم ما حكم البقشيش الذي يعطيني اياه بعض الزبائن؟ بالنسبة لما يعطى للعاملين في المطاعم هو اكرام هذا الاكرام للخدمة التي قد وجدها فإن الاكرام او هذا المبلغ الذي يعطى ينقسم قسمين مرات يكون اجباري بحيث انه من ضمن التسعيره مبلغ الخدمه وهذا واضح انه لا اشكال فيه فهو جزء مما قد تدفعه واشتريته طعام وقد اشتريت خدمه فهو يقول لك الطعام بكذا والخدمه بكذا هذا امر واضح وهذا الافضل بالنسبه للاخوه اصحاب المطاعم إذا وضعوا المبلغ للخدمة محدد بحيث أن الإنسان لا يُحرج في عدم الدفع أو الدفع الزائد أو القليل فهنا يكون محدد وهذا موجود في بعض الدول وفي بعض المطاعم. أما إذا ليس هناك شيء محدد تقوم أنت بإكرامه فهذا أمر طيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أزدى إليكم معروفا فكافئوه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس قضاء فهذا من حسن القضاء ومن الإكرام فإذا كان الإنسان ذهب إلى حلاق إلى مطعم إلى أي مكان فقيل له بأن التكلفة أو الفاتورة بدينار فيعطي دينارين فهذا إكرام لهذا الإنسان وقد ورد ذلك بالنسبة لي الأئمة النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قضاءً العلماء وردت قصص في في هذا الشأن لعل ليس هذا محلها في ذكر ما كانوا يكرمون في البذل والعطاء فلذلك يستحب الإنسان أن يكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في كرمه وعطائه وبذله وإحسانه ولا سيما أنه في الغالب ان من يعمل هذه الاعمال يكون في حاجه فانت بالنسبه لك تقوم الاكرام لهؤلاء فيكرم الانسان من قاموا بخدمته واحسنوا اليه وكذلك فيها فيه من التشجيع لكونه قام بهذا العمل فلا اشكال فهو لا يعامل معامله الرشوه الرشوه مختلفه احكامها مختلفه عن هذا الموضوع فهؤلاء يعملون هدايا العمال الذين هم يعملون لخدمه الناس في الوظائف العامه، اما بالنسبه للمطاعم وغيرها لا يدخل في النهي الوارد في هذا الباب. الاخوه في الكنترول اخبروني بانتهاء الوقت، شكرا على متابعتكم الكريمه، ان شاء الله نلتقي في الاسبوع المقبل وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.